اسمي سامية جريش، بعيش اليوم بحمص سوريا، هالمدينة اللي دمرتها الحرب من 8 سنين. هالحرق اللي هيدا الشيء اللي خلى كتير من العائلات انهم يفقدوا الأمل، بالرغم من الدمار اللي بيحيط فينا بهالمدينة لحتى نرجع نبنيها. أنا راهبة. بالرسالة منفتش عن الناس الأكثر حاجة وعوز للخدمة. بشتغل أنا مديرة حالياً بمركز حبة الخردل للأطفال اللي عندهم الإعاقة الذهنية. كمان بمرافقة الشبيبة بالتعليم المسيحي والكنيسة. بنفس الوقت نحنا منحاول نرجع نحسسهم إنه الله بعده موجود، وإنه بفضله وبالصلاة نحنا منقدر نتحمل هالظروف الصعبة. بداية دعوتي بحثت لحتى أن يكون أخت عيش الحياة الروحية والحياة الرسولية. وضعتني الحرب بامتحان صعب. الجزء الكبير بحياتنا اليومية هو إنه نهتم بالشعب لأكثر حاجة، اللي هو كمان بجسد محبة الله على الأرض. نتشكر اليوم جمعية الـ ICN على كل الدعم والمساعدة.